مساء الخير. لطالما أكد المسؤولون الأمريكيون أن الهدف من قانون قيصر والعقوبات الاقتصادية ليس تغيير النظام وإنما تغيير سلوكه. هذا التغيير الذي يشمل قضايا جيوسياسية متعلقة بالمنطقة وأمنها أكثر من أن يكون متعلقا بالشعب السوري وطموحاته. فعلى سلم الأولويات الأمريكية في سوريا هو إخراج إيران والحفاظ على أمن إسرائيل ولجم نفوذ ميليشيا حزب الله اللبناني. لكن مسؤولا في الخارجية الأمريكية صرح أن أهداف إدارة ترامب تتركز على إنتاج نظام جديد في سوريا وليس فقط خروج بشار الأسد من السلطة، وأكد أن النظام ينهار. هذه التصريحات تكشف مدى تناقض السياسة الأمريكية في سوريا وضبابية مواقفها وعدم وضوحها. فكيف سيتم إنتاج نظام جديد؟ وما هي الآليات التي ستعتمدها الولايات المتحدة، خاصة أنه لا شيء يشير على الأرض على تغير الاستراتيجية الأمريكية في سوريا؟ قد تكون مذكرات جون بولتون التي ظهرت مؤخرا كشفت أن الملف السوري على هامش اهتمام إدارة ترامب التي لا تلقي له بالا طويلا، وكذلك الوقائع على الأرض تشي بقواعد اللعبة الأمريكية على الأراضي السورية. فقد اكتفت القوات الأمريكية على ما يبدو بالسيطرة على حقول النفط السورية وثبتت قواعدها، وهي مستمرة بدعم ميليشيا قسد. وما العقوبات التي فرضتها مؤخرا على نظام أسد إلا محاولة للضغط على الروس لسحبهم لطاولة المفاوضات ولكسب بعض التنازلات منهم؟ وعلى ما يبدو أن الأهداف الأمريكية من العقوبات لم تأتي أو تؤتي ثمارها وأعطت نتائج عكسية، وقد تكون الاتفاقية الأمنية والعسكرية بين النظام وإيران والتي رحبت بها موسكو رسالة تحدي للولايات المتحدة. فهذه الاتفاقية لم تضف شيئا وإنما أقرت الأمر الواقع، ولكن توقيعها بعد قانون قيصر وكونها جاءت بغطاء روسي كلها مؤشرات على عدم التعاطي مع واشنطن مهما مارست من ضغوط، وأن روسيا وإيران ماضية بسياساتها في سوريا مهما كان الثمن. فعلى ضوء تصريحات الخارجية الأمريكية، ما هي وسائل الولايات المتحدة لإنتاج نظام جديد في سوريا؟ هل ستبقى تعتمد على سياسة العقوبات الاقتصادية أم أن لديها خيارات أخرى؟ ألا تدل الوقائع أن هذه العقوبات لم تغير من سلوك النظام كما تريد الولايات المتحدة، ولكنها زادت من تغنته بدعم روسي؟ هل تعتمد أمريكا على تأثير العقوبات طويل المدى للضغط على حلفاء النظام؟ وفيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول سوريا، هل هناك تناقض في المواقف من الشأن السوري داخل الإدارة الأمريكية، أم أن واشنطن تعتمد على سياسة الشد والجذب وتحاول أن تحذر من تغيير النظام في حال عدم رضوخه لشروطها؟ مرحبا بكم إلى التفاصيل. أرحب بضيوفي عبر سكايب من واشنطن بالدكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية، وبضيفي عبر سكايب من بيروت من واشنطن عفوا دكتور إدموند غريب، ومن بيروت الدكتور خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، ومن غازي عنتاب عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد مظهر سعدو الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى تفاصيل. أبدأ معك دكتور إدموند غريب من واشنطن. بالخطوط العامة بالاستراتيجيات الواضحة للمحللين والمراقبين أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إضعاف محور إيران سوريا ولبنان متمثلا طبعا بحزب الله من خلال العقوبات الاقتصادية، من خلال الضغط وتحقيق أمن إسرائيل، من خلال إضعاف وجود إيران اقتصاديا وميليشياويا وعسكريا على الأراضي السورية. هذا كل شيء واضح بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية. جاء بعد ذلك قانون قيصر الذي قال أنه لحماية المدنيين السوريين وزيادة الضغط على النظام وحلفائه من أجل التغيير السياسي. ولكن هناك تصريحات مؤخرا وحضرتك مطلع عليها بكل تأكيد صدرت عن الخارجية الأمريكية تقول أنها تسعى إلى نظام جديد في سوريا. هل الصورة واضحة لديك بداية؟ تحياتي لك ولضيفيك الكريمين. بدون شك أنا أهلا وسهلا.
أجندات متباينة داخل الإدارة الأمريكية هناك، وهذا ما تعبر على الأقل برأيي ما تعبر عن مثل هذه التصريحات، لأننا نسمع تصريحات متناقضة أحيانا ومختلفة من قبل مسؤولين أمريكيين. إلى حد كبير يمكن القول بأن هناك فعلا أولا قوى سياسية مختلفة ترى لكل منها رؤيته الخاصة تجاه كيفية التعامل مع سوريا، مع إيران، إلى حد ما مع إسرائيل، مع تركيا، وبالتالي فإن ومع المعارضة، قوى المعارضة السورية المختلفة، وبالتالي فإن هذا الأمر مثلا إذا نظرنا إلى أنه حتى داخل وزارة الدفاع نفسها فإن هناك موقف للقيادة، ما يعرف بالقيادة الوسطى والقيادة المركزية التي تدعم بقوة قوات سوريا الديمقراطية، تتعاون مع وحدات حماية الشعب الكردية، لديها شكوك وأسئلة حول الدور التركي وحول ما تقوم به تركيا في المنطقة، بينما نرى أنه في نفس الوقت هناك قوى أخرى داخل وزارة الدفاع، وهي ربما تتمثل ليس فقط في بعض الدوائر القيادات العسكرية العليا، بل أيضا حتى في القيادة العسكرية الأوروبية الأمريكية في أوروبا في حلف الأطلسي، التي ترى بأن تركيا مثلا هي الحليف الأهم والأبرز في المنطقة، وأنه يجب الحفاظ على العلاقة مع تركيا، وتتبنى مواقف مختلفة عن تلك التي تتبناها القيادة المركزية. بالإضافة إلى ذلك هناك داخل إدارة الرئيس ترامب نرى أن الخارجية لها موقف أكثر تشددا تجاه الحكومة السورية مثلا من الرئيس ترامب وأصوات داخل الإدارة أو حتى العسكر أو بعض دوائر الاستخبارات أو إلى حد ما بعض الأصوات المتزايدة التي بدأنا نسمعها من داخل الحزب الجمهوري الذين يعارضون التدخل وبدأوا يدعوا في الآونة الأخيرة. طبعا هؤلاء لا يمثلوا الأغلبية بين الجمهوريين ولكنهم مؤثرين بدأوا يدعوا إلى سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، من العراق، من سوريا، تقليص التدخلات العسكرية الأمريكية التي يعتقدون بأنها هي التي جلبت الكثير من الويلات للولايات المتحدة وبدأت تهدد النفوذ الأمريكي في المنطقة. البعض أيضا من الجانب الآخر ينتقد الإدارة، يقول أنها تتهاون، يقول بأن حتى هذه الضغوط التي مارستها وتمارسها على سوريا وعلى النظام في سوريا على دمشق، وهو أن مثل عقوبات قيصر، هذه غير كافية وحدها، بل أن هذا يظهر بأن هناك تعاون إلى حد ما، أو إن لم غض نظر البعض يقول وآخرون يقولوا تعاون خفي. مثلا الولايات المتحدة كانت تعتبر إبقاء معبرين على الحدود مع سوريا وتركيا لإرسال المساعدات خط أحمر، ولكن بعد استخدام الفيتو الصيني والروسي فإن الولايات المتحدة قبلت بفكرة المعبر الواحد في باب الهوى، وبالتالي وهناك من قال أنها رضخت الإدارة الأمريكية كما يقول هؤلاء. هناك قلت لك دكتور إدموند، هناك من يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط وافقت به، بل بالمنح السياسي بالاعتبارات السياسية رضخت للإرادة الروسية، إلا إن كان لديك رأي آخر وباختصار. طبعا هناك من يرفض ذلك، وهناك قوى داخل المؤسسة الأمريكية التي لا تزال ترى بأن روسيا واليوم الصين أكثر وأكثر تشكل تهديد هذين البلدين، وخاصة يأتي بالرقم الواحد طبعا الصين، ولكن تأتي بعد ذلك روسيا. روسيا عسكريا طبعا هي تشكل التهديد الأقوى للولايات المتحدة، ولكن تجاريا وعسكريا إلى حد ما، تجاريا على الأقل، الصين هي الخطر الأكبر. وهذا تحول في إلى حد ما في الموقف الأمريكي بدأ يبرز خلال الفترة الماضية، ولكن لا تزال الإدارة الأمريكية تنوي إضعاف موقف سوريا روسيا في سوريا، وتأمل بأن هذه الضغوط التي تمارسها إن كان داخل سوريا من خلال قانون قيصر أو من خلال العقوبات على روسيا، تأمل بأن هذا سيضغط على روسيا
لكي يعني توسع الهوة بين إيران وبين روسيا في سوريا، ولتضغط على روسيا لتتبنى مواقف أكثر حزما ضد الوجود الإيراني في سوريا. ولكن يبدو أن هذه حتى الآن على الأقل لم تحقق الأهداف المرجوة من قبل الإدارة الأمريكية. انتقل إلى بيروت وأرحب بضيفي من هناك الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس. أرحب بك معنا من جديد دكتور خطار. منذ زمن كونداليزا رايز إن تذكر، وبعدها هيلاري كلينتون، ونحن نسمع عن مصطلح الشرق الأوسط الجديد، واليوم نسمع عن رؤية للولايات المتحدة الأمريكية في إنتاج نظام جديد في سوريا. ما الذي تخشاه الإدارة الأمريكية من إسقاط النظام؟ هل هو عدم تكرار تجربة العراق، الانفلات الأمني وفوضى السلاح وما إلى ذلك؟ ما الذي يقلقها من تغيير النظام أو فكرة تغيير النظام أو إسقاطه يعني؟ أحييك الصديق العزيز وأحيي المحاورين الكرام وكل من يتابعنا ويشاهدنا. أهلا وسهلا. الشعارات كبيرة، شعار الشرق الأوسط الجديد الذي رفع بعد عملية العراق في 2003 لم يصل إلى نتائج ملموسة، بل استفادت منه إيران عمليا، لأن الهدايا الأمريكية لها بإسقاط نظامي صدام حسين وطالبان هي التي دفعت بإيران للواجهة الإقليمية. الآن مسألة إنتاج نظام جديد في سوريا وكل هذا الكلام، منذ كلام أوباما عن الأيام المعدودة للأسد في أغسطس من العام 2011 إلى سقوط خطه الأحمر مع تجربة السلاح الكيميائي في العام 2013، نفهم جيدا أن الولايات المتحدة تخلت عمليا في الملف السوري، أعطت الزمام للجانب الروسي. حتى كل التقاطعات التي أدرتها روسيا في سوريا كانت بشكل أو بآخر تحت العين الساهرة الأمريكية. وعندما نرى كيف تتحرك الدوريات الروسية والدوريات الأمريكية في الشمال السوري نفهم جيدا ذلك. الأهم أن الولايات المتحدة ليس عندها ما أسميه سياسة سورية خالصة بحد ذاتها في الموضوع السوري. بالأساس منذ بدء الوضع السوري كان ينظر إلى سوريا من خلال مصلحة إسرائيل، وبعد ذلك من خلال الملف النووي الإيراني، والآن كما يقول الأستاذ إدمون هناك أيضا تركيا وموقع تركيا. إذا ننظر إلى تركيا إلى سوريا من خلال ترتيبات إقليمية تراها أمريكا، من خلال ما تراه أمريكا في الإقليم لصالح حلفائها أو ضمن منظورها العام. في الماضي مسألة الاتفاق النووي الإيراني الذي يمر عليه اليوم 5 سنوات كان هو السبب في عدم اتخاذ موقف من مسألة الكيميائي، وكان السبب في تراجعات كبيرة. مسألة ما يسمى الصعود الجهادي أو عدم وجود بديل نظام الأسد، هناك أخبار كثيرة. هذه الأخبار أو هذه المقولات تعني أنه حتى يسقط النظام في سوريا لابد أن يكون هناك توافق على الأقل، أو على الأقل ذاك الحد الأدنى بين قوى رئيسية ثلاثة هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بعد ذلك تأتي تركيا وربما المملكة العربية السعودية وإيران وغيرها. نحن إذن أمام لعبة دولية إقليمية محكمة، ومن هنا مسائل القرارات. يعني حتى قانون قيصر ليس بمبادرة من الإدارة، هي مبادرة سورية أعطت نتيجة عند الكونغرس، وأهميتها أنها نتاج وفاق ديمقراطي وجمهوري، أي أنها ستستمر. هو عمل على المدى الطويل وعلى المدى المتوسط، لكن لا ننتظر أبدا أن تحارب أمريكا من أجل تغيير النظام في سوريا أن تحارب روسيا. روسيا مع تركيا الآن يكرران نفس السيناريو في ليبيا، ولذلك الموضوع سيتعقد أكثر، لأن ربط الملفات بعضها ببعض سيجعل حل هذه الملفات معقداً. النظام السوري يحاول عسكر سوريا الآن تحويلها لمثل كوريا الشمالية، يحاول بسط نفوذه على ما تبقى له، تدمير حياة السوريين أكثر،
تحت حجج الحصار الخارجي. ولذلك بس دكتور خطار ليست بهذه السهولة يعني، المقاربات هي إنشائية من دون كما قلت لكم حصول تغيير إقليمي أو انكسار للتقاطعات على حساب الشعب السوري، لن يكون هناك أي تقدم فعلي في اتجاه التغيير. عندما تقول لي أن أمريكا لن تحارب روسيا من أجل إسقاط النظام، ولكن الوجود الروسي في سوريا وبقوة وأن تجد لها موطئ قدم لم تكن تحلم به على المتوسط، وهذا يعني أنها على مشارف دول الناتو وحلف الناتو وتقترب باتجاه الغرب أكثر فأكثر، هذا ألا يستاهل ويدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك، ليس من أجل إسقاط النظام أو حبا بسوريا أو الشعب السوري على أقل تقدير. يعني حتى إبان الحرب الباردة كان هناك للاتحاد السوفيتي موطئ القدم هذا على الغرب على الساحل السوري، وكما قلت التقاطعات تقول عندما يكون لهذا الوجود الروسي نوعا من المقبولية نوعا من القبول الإسرائيلي كما القبول التركي وهذه الدول حليفة للولايات المتحدة، نفهم جيدا أن المسألة معقدة. لكن بالضبط أنا معك، إذا احتدمت الأمور مثلا في ليبيا وتم توريط مصر في الصراع في ليبيا ولا نعلم عند ذلك كيف سيكون الموقف الأمريكي أو الموقف الروسي، ربما هذا الاحتدام ينتقل إلى سوريا. الاتفاق الأخير الروسي الإيراني أو عفوا السوري الإيراني حول الدفاع الجوي يمكن أن يؤشر في حال حصول غارات إسرائيلية جديدة لمعطيات تنذر بنشوب حرب إقليمية إذا سمح الروسي بذلك. نحن إذن على أبواب مرحلة صعبة جدا من الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفيها نوع من العدل العكسي، أما باتجاه حلحلة للوضع في سوريا أو باتجاه ربما حرب إقليمية انطلاقا من سوريا. أنتقل إلى ضيفي من غزة، أنت بتركيا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ أحمد مظهر سعد الكاتب والمحلل السياسي، وأرحب بك معنا من جديد أستاذ أحمد. أليس غريبا أنه الأربع سنوات الولاية الأولى لدونالد ترامب شرفت على نهايتها وما زلنا نسمع وبكثافة من الكل وبإجماع كل المحللين والمراقبين الأمريكيين وغير الأمريكيين أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت في سوريا بالنسبة لما يتعلق بالملف السوري ما زالت غامضة ما زالت ضبابية؟ وكيف لنا أن نفهم أيضا، هذا في الشق الآخر من السؤال، أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية فيما يتعلق بالشرق الأوسط تنتقل وتتغير جزئيا من إدارة إلى أخرى ومن حزب إلى آخر، وليس لديها استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بسوريا؟ كل التحية لك ولضيفك الكريمين وللمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. أنا مع القائلين بأن المصلحة الأمريكية هي التي تحدد استراتيجيتها في المنطقة دائما، واليوم أعتقد أن الأساس بالنسبة للأمريكان كان ولا يزال طبعا هو أمن إسرائيل أولا، ثم اليوم شمال شرق سوريا أي النفط السوري، وأيضا العلاقة مع تركيا بمعنى المعاني المصلحية النفعية البراغماتية. هذه المسألة هي التي تحدد مسار السياسة بالنسبة للأمريكان فيما يتعلق بالجغرافيا السورية برمتها. جميل. أما ما يتعلق في مصير الشعب السوري ومآلاته والانتقال السياسي وكل ما يحكى عن ذلك من أنهم لا يريدون تغيير النظام وإنما تغيير سلوكه، هو حقيقة صحيح، لأن الأهم بالنسبة لهم ليس هذا، وإنما هناك كما قلت أساسيات، وهذه المسألة ما يتعلق خاصة بأمن إسرائيل تدركه روسيا وأيضا يدركه النظام تماما، وهو أي النظام وروسيا من اشتغلوا كثيرا خلال الأشهر الماضية أو السنوات الماضية على إنجاز اتفاق الجنوب بما يخص الوضع في جنوب سوريا، بمعنى آخر عودة القوات المتحدة إلى الحدود مع إسرائيل، ومن ثم اتفاقيات فض الاشتباك استمرارا، وسوريا أو النظام السوري حافظها ثم ابنه هو من استطاع فعلا أو استمر في حماية أمن إسرائيل عبر اتفاق فض الاشتباك وحتى الآن، والأمريكان يدركون ذلك، وإسرائيل طبعا
تعرف ذلك جيدا. واليوم أيضا لا يتحرك لا الروس ولا النظام السوري باتجاه آبار النفط في الشمال الشرقي من سوريا، ويترك الموضوع للهيمنة الأمريكية وأيضا بالتعاون مع قسد فيما يتعلق في المصالح الأمريكية القسدية إن صح التعبير، وليس هناك مما يمكن أن يحرك بين قوسين السيادة، مفهوم السيادة لدى هذا النظام، أو حتى مفاهيم أخرى بالنسبة للاتحاد الروسي الذي هو الآخر يهيمن على الجزء الأكبر من الواقع الجغرافي السوري، وبالتالي أن يكون هو الأساس المحتل الأول بعد إيران أو بالتزامن والتساوق مع الوجود الإيراني في المنطقة. أعتقد أن المسألة بالنسبة للأمريكان هي مصالح، وهي هم مستمرون في تحقيق مصالحهم. قد لا تكون سوريا أساسية ومهمة في الاستراتيجية الأمريكية، إلا أن بالتأكيد كدولة كبرى وعظمى تهيمن على العالم بشكل من الأشكال، بالتأكيد لها مصالح ما في هذه المنطقة، قد لا تكون هي الأولويات، وإنما بالتأكيد لها مصالح تتعلق بالنقاط التي أشرت إليها خلال حديثي. وعندما تقول الولايات المتحدة أنها تسعى إلى إنتاج نظام جديد في سوريا، ما هي ملامح هذا النظام؟ كيف، ما هي أدوات الولايات المتحدة أيضا من وجهة نظرك في إنتاج هكذا نظام؟ يعني بالتأكيد هو موضوع قانون قيصر وتقويض أركان النظام وحصاره بشكل من الأشكال، وبالتالي دفعه باتجاه أن يأتي إلى أمريكا منبطحا أكثر وأكثر. كل ذلك هو سياسات أمريكية، ليس هناك تفكير في العمل العسكري من أجل إزاحة النظام. وكما أن الأمريكان ومعهم إسرائيل أيضا، وكما قال الأستاذ خطار، أيضا روسيا فيما يتعلق بأمن المنطقة برمته، والذي جاء عبر الاتفاق الثلاثي لمسؤولي الأمن في إسرائيل وأمريكا وروسيا في القدس منذ سنة أو يزيد، كل ذلك يؤدي إلى أنهم فعلا مطمئنون إلى أن هذا النظام حتى الآن هو المعبر وهو الحامي لأمن إسرائيل. ومن ثم فإن أي تغيرات أيضا في هذا السياق ستكون من خلال ضمان أمن إسرائيل. وأعتقد أن قانون قيصر كما نعرف جميعا أشار إلى هذه المسألة بشكل من الأشكال، وهم لا يتخلون عن بند يتعلق بأمن إسرائيل بالتأكيد. وعندما يتحدثون عن دول الجوار كانوا بالأساس يعتقدون أن المسألة متعلقة بوجود إسرائيل والحفاظ على هذا الوجود بشكل من الأشكال، وهو ما يدركه ليس فقط النظام السوري وإنما الروس معهم وكل الذين يراهنون على استمرار مصالحهم في هذه المنطقة من العالم. وأعتقد اليوم أن هناك الضامنين الثلاثة بالتأكيد، أمريكا ليست منزعجة من قرارات الضمان الثلاثة فيما يتعلق في مناطق خفض التصعيد وما آلت إليه الأمور. واليوم الأمريكان يشاهدون ويتابعون أنه حتى ما يتعلق بالمنطقة الأخيرة وهي منطقة إدلب والتطورات التي حصلت أمس وقد تؤدي إلى أكثر من ذلك بكثير فيما يتعلق بانفجار وضع من جديد، كل ذلك أعتقد هو لا يتساوق ويتنافى ويتناقض مع أيضا بعض النقاط الأساسية في قانون قيصر المتعلقة بعدم ضرب المدنيين والحفاظ على أمن الناس في سوريا وإلى آخره. أعتقد أن النظام السوري وروسيا معه يدركون أنهم في هذا السياق لا يتخطوا الخطوط الحمر، وإنما هناك مصالح معينة يتساوق فيها النظام مع روسيا من أجل الحفاظ على علاقة ما بدون أن يؤدي ذلك إلى استفزاز الأمريكيين في المنطقة. وأنا من المعتقدين بأنه السياسة الأمريكية ستكون هادئة خلال هالفترة حتى لو كانت قصيرة فيما يتعلق بولاية ترامب الأشهر الأخيرة منها، لأنه ليس من المعقول أن يكون هناك تفجرات ما في المنطقة قد تؤدي أو تزيد الهوة فيما يتعلق بالواقع الانتخابي وصندوق الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن المسألة الكورونية أثرت بشكل من الأشكال، كما أثر موضوع التعدي على السود في أمريكا وما حصل خلال الأشهر الماضية. طيب دكتور إدموند غريب ضيفي من واشنطن، أعود إليك من جديد. إن كانت استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وآلياتها في التعامل مع النظام نظام السوري هي من خلال سياسة العقوبات طويلة الأمد عليه وعلى حلفائه، ولكن على أرض الواقع هذا الأمر حتى الآن لم يزد النظام وحلفائه إلا تعنتا. نتحدث هنا عن روسيا طبعا بدعم وتحريض من روسيا، نتحدث هنا عن النظام، عن إيران وعن روسيا. هل ترى أن هذه الاستراتيجية قد تنفع
وخاصة أن من 2017 وحتى الآن ها هي إيران، وها هي العقوبات التي فعلا أثرت بشكل كبير ودهورت الاقتصاد الإيراني، ولكن انظر إلى تحركات إيران وتصرفات إيران في المنطقة. بدون شك أن هذه السياسة قد تركت أثارها لها، تداعياتها على إيران، على الحكومة السورية، على حلفاء، على مثلا نرى ما الذي يجري في لبنان هذه الأيام، على الرغم من أن هناك أبعاد داخلية بحتة لما يجري هناك، ولكن أيضا السياسات الأمريكية قد بدأت تؤثر على هذه الأطراف. نرى أيضا تأثير السياسة الأمريكية، العقوبات وتصعيد العقوبات على إيران أيضا له تداعياته على الداخل الإيراني. صحيح، لا أحد ينكر ذلك، ولكن هذا الأمر يزيدهم يا دكتور إدموند كما يرى البعض، يزيدهم تعنتا، يزيد من شراستهم، يزيد من عدوانياتهم في المنطقة. يعني فعلا هذه نقطة مهمة، وذلك لماذا؟ لماذا يمكن القول أن هذه لن نرى تراجع من قبل إيران أو قبل دمشق أو من قبل يعني حزب الله على الأقل في المستقبل المنظور، أو من قبل روسيا إلى حد ما. أيضا بدأنا نرى شيئا آخر، وهو دخول الصين على الساحة بطريقة أكثر فعالة. طبعا ليست عسكرية مباشرة، ولكن بدأنا نرى أن الصين بدأت تلعب دورا أكبر في علاقاتها مع إيران. الاتفاقيات التي توصلت إليها مؤخرا مع إيران مقلقة جدا للإدارة الأمريكية، وخاصة أن هذه تراها الإدارة بأنها ستعني تقديم مساعدات حيوية في الوقت الذي تشعر به إيران بأن السياسة الأمريكية والضغوط الأمريكية على إيران تحقق بعض أهدافها. وبالتالي فأن السياسات الأمريكية الضغوط على الصين بدأنا نرى أنها هي أيضا تدفع هذه الصين كما تدفع روسيا لتبني مواقف أكثر تشددا ضد سياسة الولايات المتحدة وضد سياسة حلفائها، لأنه في النهاية كل هذه الدول كما ذكر ضيفيك الكريمين هي بالنهاية مسألة مصالح، وهذه المصالح صحيح تتناقض وتتضارب، ولكن هي في النهاية مسألة مصالح لكل من هذه الدول. مثلا الولايات المتحدة لا تزال تعتبر كما سمعنا من ضيفيك أمن إسرائيل هو من القضايا الأولية الأساسية، ذلك لأبعاد ربما يراها البعض بأنها استراتيجية في المنطقة، وآخرون يروا أن لها علاقة باللوبي الإسرائيلي وحلفائه داخل الولايات المتحدة. موضوع النفط واستمرار تدفق النفط وبأسعار معقولة إلى الخارج، وخاصة إلى حلفاء أمريكا في آسيا أو في أوروبا، هذه أيضا نقطة أساسية بالنسبة للولايات المتحدة. ليس لأن الولايات المتحدة بحاجة إلى النفط، الولايات المتحدة لا تحتاج لا إلى النفط وإلى الغاز منذ فترة طويلة الآن، ولكن لأن ذلك يسمح باستمرار الهيمنة الأمريكية والنفوذ الأمريكي، وخاصة ليس فقط على الدول المنتجة بل وعلى خصوم هذه الدول الإقليمية، بل على حلفاء الولايات المتحدة، لأنهم تقول لهم بأنكم أنتم تعتمدون علينا، أنتم بحاجة إلينا، يجب أن تتابعوا بتبني سياسات مؤيدة للولايات المتحدة والسياسات التي تطالب بها واشنطن. ولذلك نرى يعني التضارب الذي والتباين في المواقف بين بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، خاصة ألمانيا وفرنسا، و يمكن أن يحدثنا عن ذلك الدكتور خطار أكثر يعني. ولكن أعتقد أن هذه هي النقاط الأساسية. الولايات المتحدة لا تزال تتبنى استراتيجية أو سياسة، إذا كان يمكن تسميتها بالاستراتيجية، هي تتبنى سياسة من ناحية تحاول تأخير إعادة أي استقرار لسوريا ما لم يكن لها صوت في ذلك، أو تأخير التوصل إلى أي اتفاق ما لم يكن هناك دور للولايات المتحدة والقوى التي تعتبرها حليفة لها في المنطقة وفي الداخل السوري. في نفس الوقت فأنها أيضا هي تعلم بأن قدرتها أيضا أصبحت محدودة. الروس بغض النظر إذا كنت تتفق أو تختلف معهم تبنوا سياسة ذكية وماهرة في سوريا، رأينا أنهم خاصة أولا في شراكتهم مع إيران، وبعد ذلك شراكة مع تركيا، حتى أن اليوم نسمع من بعض
المنتقدين لسياسة إدارة ترامب والسياسة في سوريا والذين يطالبوا بدور أكثر فعالية، وهنا أتحدث عن أمريكيين ليس آخرين، يقولوا بأن هناك شراكة روسية تركية إيرانية لخنق مثلا منطقة شرق سوريا، ممكن إن كان ذلك من وقف المياه قطع المياه، أو كان ذلك من الحصار أو تمدد القوات السورية والروسية على الحدود التركية وفي بعض المناطق التي أيضا حيدت بعض مناطق شرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وأضعفتها. وبالتالي فأن هناك يعني الكثير من التناقضات والتباينات في السياسة الأمريكية، وهناك صراع يدور على ذلك داخل المؤسسة، ولكن بغض النظر هناك اتفاق على أنه الولايات المتحدة يجب أن لا يكون هناك اتفاق في سوريا مستقبلا ما لم يكن هناك دور وصوت للولايات المتحدة. طيب دكتور خطار، أعود إليك من جديد. إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية أو لا، فبشكل أو بآخر تتحرك في المنطقة، تتحرك في سوريا خصوصا وفق أهدافها ومصالحها ومصالح إسرائيل طبعا. طيب مشروعنا نحن بالتغيير، تغيير هذا النظام وبناء سوريا جديدة، ألا يلتقي في بعض النقاط وبعض الأماكن مع أهداف ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين يلتقي وأين بمعنى يتقاطع وأين لا يلتقي؟ هذا سؤال جوهري. القوى التي شاركت في الحراك الثوري السوري أو القوى المقاتلة أو قوى المعارضة السورية المتنوعة لم تكن تفكر بالأبعاد الدولية للتغيير، ولم تكن لتدرك أهمية سوريا في إعادة تكوين الشرق الأوسط. من يغير وجه سوريا يغير وجه الشرق الأوسط. نعم. الآن المملكة العربية السعودية عندما تم خسارة الخيار العربي في سوريا يمكن أن تخسر اليمن، وهي في وضع ليس بالسهل هناك. وأيضا بالنسبة لمصر التي تصورت أن بقاء هكذا نظام في سوريا يمكن أن يخدم الصف العربي، يمكن أن تدفع الثمن الآن في أماكن أخرى. سوريا إذن أساسية، ولكن لا يمكن حصول التغيير في سوريا من دون فهم اللعبة الدولية. بروز العنصر الجهادي والبعض الذي شجع على بروز هذا العنصر من الإسلامويين أسهم بإحباط الوضع السوري وبإعطاء الانطباع بأنه ليس هناك بديل عن النظام، وأتى مسألة صعود داعش في العام 2014 لتشكل ضربة قاسية. بالطبع أتفق معك، حتى إن كان مع روسيا ومع الولايات المتحدة الأمريكية ومع أوروبا يمكن أن يكون هناك تلاقي لقوى التغيير في سوريا تحت شعار واحد، هو القرار 2254، قرارات الأمم المتحدة في الوصول إلى الانتقال السياسي. حتى الآن روسيا تراوغ، أمريكا أو أوروبا متمسكتان بذلك، ولكن كما قلت ليس بالعمل العسكري، بالحرب الاقتصادية، بالحرب السياسية، وهذا يتطلب أيضا جهدا سوريا ذاتيا من أجل المواكبة والملاقات. مثلا الحوار مع الجانب الكردي كما كان يقول صديقنا الآن من غازي عنتاب، قسد وأهداف قسد. بالطبع قسد عندها أهداف، ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية عندها أهداف، ولكن إذا كانت تركيا مثلا تتحاور مع إيران، فماذا يمنع أن يتحاور الجانب السوري مع الجانب الكردي داخل سوريا؟ هناك إذن إشكاليات في المقاربات لفهم الوضع السوري، وهذا يتطلب نوعا من التطوير. يجب، لا يجب انتظار كل شيء من روسيا أو كل شيء من أمريكا، لكن يجب العمل على تحسين الموقف الأمريكي، على تحسين الموقف الروسي. يجب إعطاء الانطباع بأن البديل يمكن أن يكون جاهزا مع عقلانية في المقاربات السياسية، عند ذلك تصبح الطريق أسهل. طيب أستاذ أحمد مظهر صعد، أعود إليك من جديد من غازي عنتاب التركية. يرى كثيرون أن ما يحدث حاليا في سوريا وفي الشرق الأوسط بالعموم، إذا ما تفرعنا من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، الاستراتيجية الأمريكية ستبقى، سيبقى كل شيء على ما هو عليه إلى أن نفهم إن كان ترامب سيبقى لولاية أخرى بعد الانتخابات، أم أن الديمقراطيين سيأتون، وما هي أيضا استراتيجياتهم؟ السنة الأولى قد تكون ضائعة بين هذا وذاك. هل يمكن أن نضع خطوط عريضة أو تصور ما خلال الفترة القليلة الماضية، على أقل تقدير بدايات العام المقبل؟
يعني الواقع إذا كان ما يحكم السياسة الاستراتيجية الأمريكية سواء كانت ترامبية أو ما بعد ترامب فيما لو حصل تغيير هو قانون قيصر، فقانون قيصر كما أسلف الأصدقاء الأعزاء هو بالأساس نتاج توافق جمهوري ديمقراطي، ومن ثم فإن السياسة لدى الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق في سوريا لن تكون مختلفة كثيرا. إذا وقع عليه الطرفان إذا يعني ذلك أن قانون قيصر الذي هو بالتأكيد سيحدد العلاقات المصلحية الأمريكية في المنطقة وسيرسم المسألة لعدة سنوات قادمة أعتقد لن يتغير كثيرا، وستبقى هذه المسألة على حالها بغض النظر عن تغيرات نسبية هنا أو هناك. إذن وكأنك تتحدث وكأنك يا أستاذ أحمد تتحدث كأن قانون قيصر هو أغلى شيء يمكن أن يحدث، أكبر شيء يمكن أن يحدث من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري، ستكتفي عند حد هذا الحد؟ بالتأكيد نعم، بكل واقعية أقول أنه يعني عندما صدر قانون قيصر كان أثلج صدور السوريين لأنهم حقيقة يئسوا من الجدية أو لا جدية الأمريكية المتعلقة بالتعاطي مع المسألة السورية، ومن ثم قانون قيصر بما أتى به وفيما لو تم تطبيقه حقيقة وبجدية وبحذافير دقيقة أعتقد أنه سيكون وسيساهم في تقويض أركان هذا النظام وسيرسم مصلحة سورية سورية أمريكية أيضا، أقصد شعبية سورية أمريكية من أجل مستقبل سوريا. لا أعتقد أن المسألة ستكون أكثر من ذلك، ولم يحلم السوريون في يوم من الأيام أن أمريكا هي من تأتي وتغير لهم هذا النظام، وليس منطقيا أصلا أن يحلم أو يفكر الساسة أو المعارضة السورية بأن الأمريكان هو من سيغير هذا النظام. التغيير الحقيقي هو يتعلق كما حكى الدكتور خطار بعلاقة داخلية سورية بعلاقة بالمعارضة، ولتكن مفتوحة على كل اتجاهات ولكن حدودها الأساسية الوطنية السورية وليس أي شيء آخر. أي شيء يتعدى الوطنية أو يساهم في تفتيت وتجزيء وتشظي الوطنية السورية غير مقبول بالنسبة للسوريين حاليا بعد 9 سنوات ونيف من الموت والقتل والدمار. أعتقد أن المسألة متعلقة بالواقع السوري الداخلي أولا قبل أن يكون بالعلاقات الخارجية أو بمصلحة أمريكية تتخطى أي شيء آخر. هم لهم مصالحهم والشعب السوري له مصالحه، وهو الوصول إلى الحرية والكرامة التي خرج الشعب السوري من أجلهما منذ اليوم الأول في آذاء واسط آذار 2011. أعتقد أن المسألة هكذا ستكون، ولا أتوقع ولا يتوقع كثير من المعارضة السورية اليوم أن الأمريكان سيأتون في يوم الأيام ويزيحوا هذا النظام، لأنهم هم يتعدون ذلك من أجل مصالح، ما مصالحهم كما أسلفنا سابقا تتعلق في النفط وتتعلق بالعلاقات البينية مع روسيا وتركيا، تتعلق أيضا في الأمن، أمن إسرائيل بالضرورة، وهو ما كان بالأساس الدور الأمريكي في المنطقة من أجله وعليه وعلى أساسه. وأعتقد اليوم ليس هناك من تصورات أخرى في ذهن الساسة السوريين على الأقل فيما يتعلق في دور أمريكي آخر قد لا يكون أو قد لا يأتي. يعني ليس هناك تفكير حالم بالنسبة للسوريين اليوم حسب تصوري فيما يتعلق بدور أكثر ديناميكية أو أكثر جدية في التعاطي مع الحالة السورية. إذا كان قانون قيصر سيطبق حقيقة فسيؤدي بكل تأكيد إلى تقويض أركان النظام، وقد يدفع بالضرورة إلى عملية انتقال سياسي ما في المستقبل القريب أو الأكثر من قريب. ولكن بالتأكيد هذا القانون لم يكن ولن يكون مساهما أساسيا في إزاحة نظام، ولا فكر الأمريكان بذلك وأعلنوها على رؤوس الأشهاد أكثر مرة على لسان جيمس جيفري وسوى جيفري أيضا فيما يتعلق أنهم يريدون كما قلتم في تقريركم تغيير سلوك هذا النظام وليس أكثر من ذلك. ولكن هل يصمد هذا النظام، أيضا هذا السؤال، هل يصمد هذا النظام مع استمرار تطبيق قانون قيصر والضغط والعقوبات التي ستمارس خلال الأشهر القادمة؟ هنا السؤال، وأعتقد أن بوادر عدم قدرته على الصمود شاهدناها خلال
الشهرين الماضيين منذ بداية حزيران وحتى الآن، وكيف حصل بالليرة السورية وواقع المعاش الداخلي في سوريا، ومن ثم الوجود الأمني إن صح التعبير المهيمن على السلطة والخاطف للسلطة في سوريا، كيف يمكن أن يكون مآلات متفككة لها علاقة في بنية النظام التي بدأت تتفكك وتؤتي أكلها من خلال علاقات متضاربة مع آل مخلوف، ومن ثم أيضا من خلال علاقات متناحرة بين الضباط الذين يتبعون روسيا والضباط الذين يتبعون إيران. وقد شهدنا اغتيالات لأكثر من 9 ضباط كبار خلال الأيام الماضية فيما يتعلق في هذا السياق تحديدا، هذه العلاقة التناحرية داخل بنية النظام والتي لها علاقة بالتأكيد في مصالح أخرى خارجية وبضغوطات متعلقة بالضرورة بنواتج قانون قيصر وسوى قانون قيصر بكل تأكيد. دكتور خطار أبو دياب، بدي أختتم معك الحلقة بالدقيقة الأخيرة. ذكرت تصريح لحضرتك لما كنت مشارك معي قبل شهور، وقلت لي حرفيا أخشى ما أخشاه أن سوريا بالتحديد وفق المعطيات وفق قواعد الاشتباك والنفوذ الإقليمية والدولية تتجه إلى التقسيم. الوضع الحالي سواء بالشرق والدعم الأمريكي، سواء بالشمال فيما يتعلق، نتحدث هنا عن النفوذ التركي، مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وإدلب، على فكرة ما بقى شيء إلا تركي، يعني حتى العملة في إدلب أصبحت تركية، شبكات الكهرباء والاتصالات والخدمات وما إلى ذلك. هل ما زالت مخاوفك موجودة؟ هل ما زلت تخشى فعلا من أن سوريا تتجه للتقسيم بناء على المعطيات؟ نعم، يعني كنا نتمنى دوما أن نخطئ بالتوقعات، لكن الواقع هو مرير، والمسألة لا تخص فقط سوريا، هناك انهيار الآن من لبنان إلى سوريا، حتى العراق منذ 2003 لم يتم إعادة بناء الدولة وإعادة تركيبها. على الأقل على المدى المنصور منظور سوريا أمام تقسيم واقعي لمناطق نفوذ، ليس تقسيم قانوني، لكن كما قلتم هناك النفوذ التركي والنفوذ الروسي والنفوذ الإيراني والنفوذ الإسرائيلي، وهناك بعض النفوذ للنظام. نحن أمام ضياع في سوريا، ومن هنا أهمية الحوار السوري، أهمية إيجاد مخارج حتى يكون هناك إعادة توحيد لسوريا. من المستحيل إعادة توحيد سوريا وفق ما كان عليه الأمر في فبراير من العام 2011 من دون هكذا توجه عقلاني. ربما يوم من الأيام في على مستوى الإقليم يكون هناك توجه اتحادي أكبر، لكن على صعيد الوطنية السورية يجب إعادة تشكيل الوطنية السورية بوضع يلائم مكوناتها ويحمل الأمل للسوريين من جديد في وجه إمكانية تشتيت كل الإقليم وإمكانية تركيز نفوذ أجنبي طويل المدى من الجولان إلى إدلب إلى أماكن أخرى. أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد مظهر صعدو، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفي عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب التركية. كل الشكر للدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، كان معنا عبر سكايب من العاصمة واشنطن. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، أعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة، كونوا على الموعد، ولا تنسوا أن تتابعونا دائما على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بأمان الله.